هي بتتوقف على نوع الشخص اللي بيطلع يعني اللي بيصدر منه العلاقه المؤذيه دي. وبعدين احنا هنبقى بصدر خيارين، احنا ممكن نتعامل مع اما ان انت تقبل الشخص ده بعيبه تتعاملي معاه، او اما ان انت تقطع العلاقه معاه نهائيا. لو حسيت فيها استغلال او كده لا بوقف الموضوع ده خالص، لاني صعب ان انت تستمر في علاقه فعلا هتبقى مؤذيه في حياتك، ليه اكمل؟ طيب كان ممكن الواحد يعيش في علاقه مؤذيه وما يكونش يعني في دماغه انه هي دي بتحطم فيه ايه او بتاذيه باي صوره. يعني العلاقات المؤذيه بتاثر بالسلب على المجتمع وعلى التاثير النفسي والمجتمع بشكل عام، يعني سواء كبير او صغير وكل الاعمار وكل المستويات. مفيش حد بيحب ان هو يستمر في الغلط، او مفيش حد بيستمر اصلا يحب يستمر ان هو يكون مأذي طول الوقت، لان الاذى اذى اصعب، بيبقى اذى نفسي. تمام، ومفيش حد بيتأذي غير الشخص نفسه. جميع العلاقات المؤذيه دايما بتنقطع تدريجيا، مش نقول من اول مره، ولكن من ممكن من الثالث مره من الرابع مره، ان انت من اذى من شخص ما في حاجه معينه بتبتدي عدم التعامل معاه نهائيا. مفيش حد بيرغب ان هو يستمر في علاقه زي كده، بس العلاقه دي بطبيعه الحال موجوده، دي سنه الحياه. مفيش حد في الدنيا بيتعامل مع حد الا وجد بالفعل ان في علاقه مؤذيه موجوده بالفعل. ولو الواحد هيقطع علاقته بكل المؤذين يبقى هيقطع علاقته بناس كتير قوي. العلاقات المؤذيه بتخصم منك كتير، يعني بتتعبك نفسيا، بتاثر على كل حياتك، بتتعبك خالص، فضروري جدا انك تتخلص من العلاقات المؤذيه. يعني كبني ادم بتاثر عليه سلبيا في الصحه النفسيه وجسديه حتى، لان هي لما انت لما بتكوني تعبانه نفسيا ما بتقدريش اصلا بتواجه مع العالم الخارجي اصلا. تصرف تصرف غير لائق مع مثلا مع زوجة مع بيه مع أخت مع الكلام ده طبعا ممنوع، ده خط أحمر، فهمت علي؟ إنما في حاجات تانية هتعمل إيه في الشغل معاك، يبقى ناس كتير جدا مش هتقطع الناس اللي معاك في الشغل كلهم علاقاتهم قدامها، بس هتبقى حريصة في التعامل معاهم. أنا باخد قرار إن أنا ما استمرش في العلاقة دي على أساس إن هي بتبقى كلها استغلال، فأي علاقة فيها استغلال أو مبنية على مصلحة دي ما بتبقاش مستمرة ومش هتستمر عامة. خليك رحيم زي ما أنت بتحاول تخلي الناس تبقى كويسة معاك، حس بالناس ما تبقاش مؤذية، يعني ما تبقاش مؤذي ليهم، أنت تبقى مؤذي هتلاقي اللي بيأذيك. للأسف يعني حاليا الناس لو بتتعامل بالأخلاق وبالأصول وبالوفاء وبالمبادئ بتاعة زمان، عمر ما في حد هيعمل أصلا علاقة أو هيأذي، فهو بيتمادى. فانا خلاص ما يعني كل شخص فينا عنده طاقه، فاكيد مش هستحمل. بس اكتر من مره يبقى في ساعتها اقرر ان انا اكتب بقى نهائيا. لما ربنا بيكرمك كده وبيرزقك برزق فبتبان رؤيه الشخص اللي قدامك ليكي، سواء في حسده ليكي او سواء في ان هو يبارك لك او فبيبقى باين عليه قوي قوي الطبيعه بتاعته، اذا كان انسان مؤذي او اذا كان انسان بيحب لك الخير. بعد ما تكتشفه وتشعر بانه اثاره بقت يعني تنعكس عليك، فبتحاول انك تتخلص من العلاقه المؤذيه دي طوال. ما استمرش في العلاقه المؤذيه الا لو الشخص كرر الاذى بالنسبه لي اكتر من مره، فاكيد طبعا هتبقى مؤذيه ليا، وحتى العلاقه مش هتبقى ناجحه.